أفراد هذه العائلة يعتصرون ألماً على هؤلاء الفتيات اللواتي حرمنا من والدتهن، ويشتد الألم أكثر فأكثر عندما يسألون عن مكانها، فتعجز الفتيات عن إيجاد إجابة لهذه التساؤلات فيستمرون بالبحث عنها. طلعنا من الدار ست فتاتنا لما قالت لبابا تعمش نطلع عدو ضرب علينا الدار، لما جاي يضرب الدار شردنا من الدار، ضربونا بالشارع. لما إيش بابا لقى واحد مصاوب لو اتصل على سعاف، لو إيش اتصل على سعاف إجا أخذنا كلنا وراح ودوا على التلاجات أخذوها إيش بعدين راحوا يدفنوها بالقبر. لما بناتها وضبوا وأخذوا البنات التنتين صغار معها والتنيات والصغار معها والكبار مع أبوهم. انضرب الصاروخ وقت البنت من حضنها انعزقت منها لحد الغاد، البنت الصغيرة هذه الطفلة، وصاوبت وأبوها صاوب، هو صدق صاوب وصار يسحب زحف، والتفت وراه في حاجة مش هي مرت، التفت هيكد لقى مرته مرمية على ظهرها. أميمن ابنة البكر لهذه العائلة تسير يوميا في هذا الطريق إلى مدرستها، لكنها تقف عند مكان استشهاد والدتها في هذا الشارع فتقرأ الفاتحة على روحها، تتذكرها فتدمع عيناها وتمضي بعدها تاركة من ورائها ذكرى وآلام لتلك الروح التي فرقتها هناك. لربما هذا المكان هنا أصبح مقدسا لأميمة ويربطها بوالدتها التي تحبها. ماما كانت حامل أختي الصغيرة وقلبها على ظهرها كانت غبرة كبيرة، وإحنا كنا نجري وبابا شافها صار يطلب الإسعاف، بعدين إجا الإسعاف حملنا ودينا على الشفا. أميمة، إناس وهداية ثلاثة أخوات من أصل خمسة، بدأن عامهن الدراسي بدون والدتهن التي حرمتهن الحرب الإسرائيلية أثناء محاولتهن النزوح من حي شجاعية يوم المجزرة. بأي حال عتي مدرسة علينا؟ لا أقلام ولا دفاتر ولا زي مدرسي ولا حتى والدة اعتدنا على وجودها معنا وغابت عنا في هذا العام الدراسي الجديد. محمد الخضري، قطاع غزة، إحنا تيفي.